السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، ها نحن اليوم في فيديو جديد تحت عنوان استقبال كرام طيور السمان. كما أنتم تشاهدون هنا، البيض بدأ يفقس والفراخ تظهر لنا. هنا كما أنتم تشاهدون فرخ سمان تحاول تكسير قشرة البيضة للخروج. الآن نقوم بحمل الفراخ لنقلها إلى مكان مهيأ. بعد الفحص مباشرة يجب ترك السمان أو فراخ السمان تجف قليلا من البيضة لكي لا تتأثر بالجو الخارجي. الآن نحن الطيور ونذهب بها. هذا هو المكان المخصص للفراخ قبل الاستقبال. كما أنتم تشاهدون هنا حضرنا فرخين كبيرين قليلا أكثر من الفراخ الأولى. معنى هذا فرخين لديهم 15 يوما قبل هذه الفراخ الصغيرة. كما أنتم تشاهدون نترك 2 فقط في الأرض. كما أنتم تشاهدون الرمال، أول شيء نقوم به هو تشريب الماء لفرخ السمان. لماذا؟ لكي يستطيع في المرة المقبلة أن يذهب نحوه لوحده. نقوم بفعل هذه الطريقة مع جميع الفراخ. كما أنتم تشاهدون هنا نقوم بتشريب فرخ السمان لأول مرة قبل وضعه في المكان المخصص في الأرض. كما أنتم تشاهدون الرمال مع حبات الأكل المبعثرة في كل مكان. كذلك هنا في هذا المكان نضع مصباحين من أجل الإضاءة والتدفئة في آن واحد. أما بالنسبة للفراخ الكبار فقد وضعناها هنا لتقوم بتدريب الفراخ الصغيرة على الأكل. بابا
انظروا هنا وقد آتى الفرخ الكبير كما أنتم تنظرون. سيقوم بتعليم الفراخ الصغيرة كيفية الأكل من الأرض. يجب علينا كما ذكرت في المرة الأولى، يجب علينا أن نقوم بتشريب جميع الفراخ المرة الأولى قبل أن نرميها لكي تعتمد على نفسها. أما بالنسبة فائدة الرمل بالنسبة للفراخ، تساعدها حبات الحصى الصغيرة على هضم الأكل. كما أنتم تشاهدون هنا الفرخ الكبير يعلم الفراخ الصغيرة كيفية الأكل. انظروا هنا كما أنتم تشاهدون الفرخ الكبير يقوم بتعليم الفراخ الصغيرة كيفية الأكل. انظروا يستطيع فرخ السمان الاعتماد على نفسه، إلا أننا نقوم بوضع فرخ آخر أكثر منه في العمر لتكون عملية التعلم سهلة وبسيطة. انظروا، ها هي الفراخ الكبيرة تقوم بتعليم الفراخ الصغيرة كيفية الأكل كما أنتم تشاهدون هنا. انظروا معي. في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله سأذكر لكم فوائد التربية الأرضية بالنسبة طائر السمان، وما هي الفائدة الكبيرة التي يأخذها السمان من الرمال. أذكر بأن المصباحين من أجل الإضاءة التدفئة في آن واحد.
معكم الفيديوهات اللاحقة عن كيفية تربية طائر السمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.